بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى في سورة الكهف عند ذكر حال هؤلاء الفتية الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر الحق تبارك وتعالى عن أولئك الفتية، الشباب الصغير ده، كانوا شباب لكن كانوا في مقتبل عمرهم، أصحاب الكهف. وقصة هؤلاء الفتية العجيبة، وصف ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني هم كانوا أهل إيمان وكانوا أهل ثبات على الحق رغم حداثة عمرهم، كانوا صغيرين، شباب لسه صغير في بداية سن الشباب، في باكورة سن الشباب. ثبتوا على الحق فزادهم الله تعالى هدى وتوفيقا وثباتا وربط على قلوبهم، حيث فروا بدينهم من ملك بلدتهم الظالم الذي يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤمن لا يستجيب لدعوته. وكان هؤلاء الفتية البواسل الشجعان لا تروق لهم عبادة الأصنام، كتموا إيمانهم بعد أن فارقوا ما يعبد قومهم من الأصنام، سابوهم يعبدوا اللي هم بيعبدوه، وفر هؤلاء الفتية بدينهم وتكتموا أمرهم. لكن خبرهم وصل إلى سمع الملك الطاغية بعد حين من الزمن، فغضب واضطرب وتوعدهم بشر عظيم وأرسل بجنوده فقبض على هؤلاء الفتية. وربنا سبحانه وتعالى أيدهم بنصره وتوفيقه وادهم مدد الثبات ومدد القوة، الثبات أمام الباطل، فربط الله على قلوبهم، فأعلنوا بين يدي هذا الملك الطاغية أنهم يؤمنون بالله الواحد الأحد وأنه لا إله إلا الله. فأمهلهم ذلك الملك وقتا، سابهم كده شوية يفكروا أنهم يرجعوا يعبدوا معاهم الأصنام التي كانوا يعكفون عليها من دون الله، وسابهم وقت ربما يعودوا إلى رشده، لأنهم زي ما قلنا لحضراتكم كانوا شباب في بكورة أعمارهم. غير أن هؤلاء الفتية من أهل الإيمان أجمعوا فيما بينهم على الفرار بدينهم من هذا الملك الظالم وأهل بلدتهم المشركين، واتفقوا أنهم يلتجئوا إلى كهف يعرفونه. وإذ اعتزلتموهم، الله تعالى يقول وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، دول أهل إيمان يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فاقترحوا على بعض فأووا إلى الكهف، يعني اتخذوا هذا الكهف اللي اتفقوا عليه المكان اللي سيأوي إليه هؤلاء الفتية فرارا بدينهم وإبعادا لأنفسهم من بطش هذا الملك الذي يريد إرغامهم على الشرك وإرغامهم على ترك التوحيد. فلما وصلوا إلى الجبل واقتربوا من الكهف لم يندموا على ما قاموا به، بل تعلق كل أملهم بالله تعالى ورحمته وسعة رزقه وتوفيقه لهم، وخلاص رموا بقى كل أخذوا بالأسباب المتاحة بالنسبة لهم، فكروا نعمل إيه، ده الملك مدينا وقت نفكر، قرروا ان هم يفروا الى هذا الكهف، وبداوا ياخذوا هذه الخطوه وانطلقوا فعلا الى هذا الكهف، وقلوبهم معلقه بالله رب العالمين، معلقه برحمته، معلقه بفيضه عليهم من خيراته، معلقه بانهم بيستمدوا منه المعونه والنصر والثبات والنجاه مما هم فيه. فقالوا معلنين يقينهم وثقتهم بالله تعالى
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني شوف الثبات، احنا بناخد بالسبب وبنسعى وحنروح نأوي إلى هذا الكهف في ذلك الجبل، وإحنا في انتظار رحمة ربنا سبحانه وتعالى وإنه يهيئ لنا الحال الرشد سواء في الفكر أو القول أو الفعل. وهم رايحين في طريقهم للكهف ده قابلهم في طريقهم كلب تعلق بهم وسار معهم إلى الكهف، واستقروا جميعا في هذا الكهف. ثم بعد أن ارتاحوا من عناء الطريق الطويل طعموا بعضا من الطعام الذي كان معهم، ثم قاموا بعد ذلك يصلون لله تعالى خاشعين، وأقبلوا على ربهم ضارعين يدعونه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نادوا ربهم قائلين: ربنا يا من خلقتنا وتوليت أمرنا وطهرت قلوبنا وخلصت نفوسنا من الشرك وأوهامه، آتنا من لدنك رحمة، من حضرتك القدسية العلية وخزائنك التي لا تنفد، آتنا من لدنك رحمة عظيمة. وده كان من حسن دعائهم أن قالوا آتنا من لدنك رحمة، وعرفنا أنها رحمة عظيمة، أو أنهم سألوا مولاهم رحمة عظيمة، من التنوين اللي في كلمة رحمة، آتنا من لدنك رحمة، فالكلمة غير معرفة ومنونة، فهذا يعطي في اللغة العربية أنهم سألوا الله تعالى رحمة عظيمة وبالغوا في هذا الطلب. يريدون رحمة خاصة، رحمة خاصة بيهم وبحالتهم وبالموقف اللي هم فيه، رحمة تناسب هذا الحرج الذي هم فيه وتلك الشدة التي هم عليها. من لدنك، هب لنا من لدنك رحمة. من لدنك تفيد معنى التشريف بكونها من عند الله تعالى أرحم الراحمين، وده أبلغ ما لو قالوا آتنا رحمة، ما قالوش آتنا رحمة، لا، من لدنك، آتنا من لدنك رحمة، لأن الخلق جميع الخلق ينعمون بالرحمة العامة، لكن الفتية الذين آمنوا الشباب الصغير ده في السن سألوا الله تعالى رحمة خاصة من ربهم جل وعلا تقتضي كمال العناية بهم، تفيض عليهم من كمال الإحسان والإنعام في هذا الكرب الشديد الذي هم فيه. شوف كمان شباب صغير في السن مقبلون على الله تعالى، يوفقهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، واللي القرآن الكريم سجله لينا عشان ندعو الله تعالى به. ما هي دي قصة الإيمان، قصة الإيمان وأهل الإيمان والمدد بالتوفيق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدهولهم. مش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، والله إني لا أحمل هم إجابة الدعاء، لأن ربنا قال ادعوني أستجب لكم، لكني أحمل هم التوفيق إلى الدعاء. فالقرآن بيعرض لنا حال الموفقين، حال الموفقين من أهل الإيمان بالفتوح اللي ربنا بيديها لهم والدعوات المباركات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيجريها على ألسنتهم. فكان هؤلاء الفتية الذين دعوا ربهم برحمة خاصة من لدن الله تعالى. ثم كانت الدعوة الثانية المنبعثة من إيمان عميق وإذعان صادق يملأ القلب نورا وإقبالا على الله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اختاروا إن هم يكونوا من أهل الإيمان رغم إن الوسط اللي كانوا فيه كان وسط كفر بين مستشر في قومهم ويقوده ملكهم الجبار. حتى
إن الفتية رغم حداثة سنهم ورغم إن هم شباب صغير في مقتبل سن الشباب، عشان كده التعبير بكلمة إنهم فتية آمنوا، يعني شباب صغير، حتى إنهم رغم صغر سنهم عابوا على قومهم انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك. هؤلاء قومنا، قال الله تعالى حكاية على ألسنتهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يا سلام، شوف المنطق، يعني دول اللي قاعدين يعكفون على هذه الأصنام ويسجدون لها من دون الله، من أين الدليل على أن هؤلاء آلهة؟ بل هم حجر صنعوه بأيديهم. أين الدليل على أن هؤلاء آلهة أو أن أي معبود سوى الله ممن يتخذه بعض الناس آلهة من دون الله؟ إيه الدليل على إنهم آلهة؟ وده منطق يفكر به كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. أين الدليل على أن المعبود الذي يعبده الناس، بعض الناس غير الموحدين، إن دول آلهة؟ مش لكل قضية لابد من دليل عليها؟ شوف هؤلاء الشباب اللي ربنا فتح عليهم بهذا الذكاء الفطري، وإنهم استدلوا على وجود الخالق العظيم جل جلاله الله، وشهدوا بأنه لا إله إلا الله، واستنكروا اللي قومهم بيعملوه لأنهم لم يرق لهم أبدا عبادة هذه الأصنام، فتوجهوا لربهم بعد أن يعني جلسوا في هذا الكهف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معنى قول الله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لينا يا رب وسهل علينا الوصول إلى طريق الهداية والوصول إلى طريق الرشاد والوصول والحصول على التوفيق الدائم في الأقوال والأفعال في أمر ديننا ودنيانا. يبقى ده دعاء جامع، يعني هم يسألون ربهم النجاة والفلاح والتوفيق، وهذا ما تشير إليه كلمة رشدا. الرشد والرشد بمعنى واحد في اللغة، وهو الهداية إلى الصلاح، الهداية إلى الصلاح ووجوه الخير كلها. إن ربنا ياخد بإيدي كده إلى السلوك، إن أنا أسلك طريق الصلاح، وإن أنا أمشي في وجوه الخير جميعها. ومن الرشد والتوفيق إن يدرك الإنسان بعقله إدراكا مستقيما لا عوج فيه، إن تفكير الإنسان يكون منضبط، وهو ده تفكير هؤلاء الفتية اللي لم يرق لهم عبادة الأصنام، واللي عابوا على قومهم أنهم يسجدون لها من دون الله دون دليل على أنها معبودة، أن هذه المعبودات آلهة حقا، إنما هي وثن وشرك. فهم بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى إن يزدهم فتوح وتوفيق ورشد في الفكر وفي الفعل، وده يثمر تجنب الشرك ويخلي الإنسان دايما يسلك طريق الحق، وإنه بيبتعد عن كل مهاوي الرذائل، وإنه بيتجه دايما إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق. وإن هم بيسألوا ربنا ألا يكون في فكرهم ولا في فعلهم لا شطط ولا إفراط ولا تفريط، ياخد الإنسان بعيد عن الحق. فلما فر هؤلاء الفتية الذين آمنوا، لما فروا بدينهم ممن كان يطلب قتلهم من الكافرين وأخذوا بجميع الأسباب في سبيل ذلك، اشتغلوا بأهم الأسباب، خدوا بكل الأسباب وما استأسدوش بيها، ما قالوش احنا عملنا واحنا فكرنا واحنا رحنا نأوي إلى هذا الكهف في ذلك الجبل واستأسدوا بالخطوات والوسائل، لا، اشتغلوا بأهم الأسباب وهي التضرع إلى الله واللجوء إليه بالدعاء، فهو خالق الأسباب. وبعد أن فرغوا من سؤال ربهم الرحمة والرشد، ناموا في فجوة من الكهف كما قال الله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ناموا
في حفظ الله تعالى في هذا الكهف سنين طوال، قد نشر الله عليهم رحمته التي سألوها، الرحمة الخاصة، وأجرى عليهم سبحانه وتعالى آياته، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لا ينالهم في ذلك الكهف حر الشمس ولا يزعجهم صوت برق أو رعد أو رياح ولا يؤرقهم شيء، وبقيت أجسادهم على حالتها بحفظه ورحمته الخاصة بهم، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم بعد أن مرت هذه السنين الطوال بعثهم الله تعالى من نومهم العميق بعد هذه السنوات الطوال بل القرون، وقد أمات الله تعالى هذا الملك الكافر ومن معه، وجاءت أجيال أخرى كثيرة من أهل الإيمان، وأصبح الفتية الآن آمنين مطمئنين، ولم يشعروا في بحقيقة لم يشعروا بحقيقة الزمن الذي أخذهم النوم فيه، فمرت عليهم القرون كأنها يوما أو بعض يوم. وكانت هذه الإغاثة العجيبة والآية العظيمة إجابة لدعاء هؤلاء الفتية الذين آمنوا والذين تضرعوا بدعائهم إلى ربهم، وأصبحوا آية من آيات الله تعالى العظيمة بتقدير الله العزيز الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتعلم من هذا الدعاء المبارك أن من أوى إلى الله آواه، من أوى إلى الله آواه، ومن توكل عليه سبحانه وتعالى كفاه، لم يخذله الحق عز وجل أبدا. وأن من اتقى الله تعالى في أموره جعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. كما نتعلم أنه ينبغي للعبد أنه يجمع بين الأسباب الدنيوية والمطلوبات الشرعية، يعني أنا بسعى وباخد بالأسباب وفي نفس الوقت قلبي معلق برب الأسباب وخالقها، أدعوه وأسأله من خيره وفضله. فالدعاء يكون بعد أن يستجمع الإنسان معه كل بذل هو يبذله، بذل الأسباب المتاحة، كما فعل وكما أخذ هؤلاء الفتية بالأسباب، بفرارهم بثباتهم الأول على الحق، ثم بفرارهم بدينهم إلى الكهف، ثم أن سألوا الله تعالى المعونة والتأييد والرحمة والرشاد، فتحقق لهم ما أرادوا وزيادة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين.